السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة همدان يوتيوب للدروس والفيديوهات لبرامج الهندسة المعمارية. اليوم هو الدرس الخامس من دروس السكتش اب للمبتدئين، حيث سنستكمل شرح قوائم البرنامج الرئيسية، حيث سنستكمل شرح قائمة الفيو. ولكن قبل بدء في الدرس لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. معنا الشادوز والفوق. الشادو اللي هي الظلال، والفوق اللي هو الضباب. فإذا ضغطنا على أمر الشادو تظهر لنا الظلال، فتظهر معنا بالشكل التالي. إذا أخفيناها تختفي الظلال. طبعا كل ما كبر حجم العمل الظلال بتثقل على العمل، فيفضل أنك إذا معك عمل ثقيل تقوم إيش بإطفاء أمر الظلال والضباب. الضباب بيجيب لك، شوف كل ما بعت من الأشكال كل ما إيش اختفى كشكل ضباب، نوع من الإظهار للشكل. نخفي الضباب. القائمة التي بعدها Edit Style اللي هو إيش الستايل، اللي هو النمط اللي هو ظاهر به الشكل. يعني هذا احنا في النمط اللي هو السيمبل ستايل حقنا، هذا الستايل اللي ظهر معنا هنا، برجع نشرحه فيما بعد. هذا الان كيف بيظهر معي الشكل الان، هذه الان من قائمة الفيو، هذه القائمة بأتحكم بها ايش بالشكل. فنلاحظ ان الان هو يعني تلقائيا محدد على الادجز والبروفايلز. الادج اللي هي الاطراف، فاذا الغينا الامر فنلاحظ انه ايش اخفاء للأطراف. كل ما دورت أنت الشكل بيظهر لك الحدود الخارجية، لكن الداخلي إيش بتختفي. هذا بالنسبة لإيش للإيدجز. فنرجعها على مكانها. القائمة الثانية اللي هو إيش باك إيدجز، اللي هي يظهر لك حدود الشكل في الخلف. فكل ما أنت الآن دورت بتكون الحدود الخارجية بخط أسود غامق، والداخلية بخط أسود خفيف، والخلف بتكون بشكل خطوط منقطة. فنخفيها بس، هذه نردها مخفية. القائمة الثالثة لي البروفايلز. البروفايل ايش هو؟ عبارة عن ايش الخط السميك اللي بيحدد الشكل، هذا الخط الخارجي للشكل. الان هو بيجيب لك اللي قلنا انه الخطوط الخارجية بتكون سميكة والخطوط الداخلية خفيفة. فاذا الغينا من الإج ستايل نمط الأطراف أو الحدود، حدود الشكل، فإذا ألغينا اللي هي البروفايلز بنلاحظ أن الخطوط كلها بتكون بسماكة واحدة، وإذا أظهرنا بترجع كلها بسماكات مختلفة، اللي هو الحدود الخارجية للشكل سميكة والداخلية خفيفة. الدبث سي يو اي، هذه كيو الدبث كيو، يرجع لك الخطوط كلها إيش سميكة. إذا نسيت توضح الشكل نفسه وتخليه تكون واضح، هذه بيظهر لك الخطوط كلها بسماكة واحدة. الإكستنشنز يبقى معنا لآخر واحدة الإكستنشنز، هذه نوع من الستايل من الإظهار، أو هاي يسمى عندنا في الهندسة المعمارية يسمى التشنيب. فنلاحظ أنه عامل هنا في الطرف في الأطراف زي الخطوط، هذه بتكون نوع من الإظهار ما احناش بحاجة يعني في الوقت الآن، هو كنوع من الستايل يعني أو نمط إخراجي فقط. فنرجع على ما كان. فهذه هي قوائم ليش الإيدج ستايل. الفيس ستايل هذه الآن كانت إيش قوائم ليش الحدود، الآن معنا قوائم الأسطح نفسها كيف تظهر معي الأسطح. فالفيس ستايل أول واحدة معنا هي الإكس راي. الإكس راي بيرجع لي الشكل إيش شفاف، يظهر ايش خلفه، تستطيع ان تستوعب الشكل الذي تتحكم به. الواير فريم بيرجع لك الاشكال شفافة اكثر من الاكس راي، بتظهر لك كاطارات وما داخلها مخفي. اللي بعدها اللي هي ايش هيدن لاين. الهيدن لاين ما بيظهر لك الخطوط الخلفية، بس بيخفي لك ليش الألوان.
طبعا الستايلات هذه بتخفف عليك العمل. اذا كان العمل معك ثقيل انت خليه واير فريم اول شيء عشان تستوعب كيف الشكل، في نفس الوقت تخفف العمل اذا كان العمل ثقيل نوعا ما. هذه الطريقه ايش تخفف لك حجم الملف. بياتي بعدها في قائمه الفيس ستايل اللي هو ايش الشيدد والشيدد والتكتشر. الشيدد بيرجع لي هكذا ابيض اللي هو السطح المقلوب رمادي والسطح الاساسي ابيض. طبعا اذا جيت اطبق عليه اي ماده فيظهر معنا تمام، لكن ايش ما بتظهر ليش الماده نفسها، بيظهر لي لون الماده بدون ايش بدون الخام نفسه. لكن اذا اظهرنا الان ان الفيس ستايل اللي هو شيدد ويز تكتشر فتظهر لي ليش المواد. وهذا هو الستايل او النمط اللي احنا بنستخدمه. واذا جينا عند النمط الاخير بيرجع لي الاسطح اللي هو ابيض والرمادي. احنا نرجعه على الايش الشيدد ويز تكتشر، هذا اللي احنا بنستخدمه في العاده اللي بيظهر لك المواد، ويظهر لك الأسطح في البداية بتكون أبيض ورمادي، ويظهر لك إيش الخامات. نأتي إلى الإيش الكومبوننت إديت. الكومبوننت إديت هذا إيش معك هايد ريستد موديل اللي هو إخفاء بقية الموديل، هايد سيميلر كومبوننتس تمام. أشرح لكم الآن صح، نحولنا هذا في الدرس السابق إلى كومبوننت صح. بعمل منه نسخة موف كترال او كنترول، نحرك الى اتجاه ونعمل منها ايش كم من نسخة. فاذا جيت انا اعمل دبل كليك او بدأت اشتغل اعدل على هذا الشكل، نلاحظ انه عمل تظليل ليش للاشكال الاخرى، عملها زي المخفية صح. اذا ظل انا مثلا ما اشتياش تظهر معي بحيث انها ايش لا تعرقلش عليها مثلا عمل، اذا كانت انا مثلا اشتغل في هذا المكان وجيت اشتي مثلا اجي لهذه الجهة بنحس انه ايش هذا الشكل مضايق عليها، فايش اسوي انا اتي من قائمة الفيو انا برجع انا اعمل لها اختصار V، لكن اذا مثلا مش معك اختصار تأتي من هنا تعمل ايش هايد ريست اوف ذا موديل. فاي حاجة مشي كومبوننت مشي هذا الكومبوننت بتختفي وبيظهر معك الا ايش الكومبوننت اللي معك. طيب لنفرض اكزيت خرجنا من الشكل اكزيت. طيب لنفرض ان هذا الشكل مثلا محطوط معي هنا وانا اشتي اعدل على الشكل حقي لان هذا كومبوننت صح. طيب اختفى بقيه الشكل بقيه الاشكال اختفت، لكن ما اختفاش الكومبوننت اللي موجود معي هنا وانا اشتغل مثلا في السطح اللي هنا مثلا. فناتي من قائمه الفيو مره ثانيه وناتي الى كومبوننت اديت ونعمل ايش هايد similar components اللي هو اخفاء الكومبوننتس اللي نفس الشكل نفس الكومبوننت اللي انا شغال عليه. فبضغط عليها بتختفي بقية العناصر ما بيبقى الا معي الكومبوننت اللي انا داخله واقدر اعدل فيه براحتي. طبعا بتتعدل الكومبوننتس الباقية لكنها ما بتكونش ظاهرة معي وقت التعديل. بعدها اللي هو قائمة الانيميشن. قائمة الانيميشن بيكون فيها add scene وupdate scene وdelete scene. هذه الان السينات اللي هي بنبدأ نشرحها او اللي هي اللقطات او الكاميرا. واشتي اثبت زاوية الكاميرا نقول مثلا بالشكل التالي. فاثبت الشكل اللي اشتي واتي من قائمة view animation add scene. تعمل create سين. نلاحظ انها ظهرت لدينا قائمة فوق هنا مكتوب فيها سين واحد او سين واحد. فاذا مثلا الان انا خلاص انا ثبت الان الزاوية، اذا مثلا تحركت في الشكل رجعت هنا استخدمت اشتي ارجع للزاوية اللي سبق اقوم بالنقر على سين وان بيرجعني ليش للزاوية. الان بعد ان قمنا بانشاء سين او مشهد فنلاحظ انه عند الانيميشن انت فعلت معي ايش القائمتين هذه ابديت سين اللي تحديث المشهد وحذف المشهد. فانا الان اتي لهذا
المشهد، نفرض أني حبيت أغير الزاوية، فغير الزاوية يا أضغط باليمين على هذه وعمل لها update أو delete أو rename أو إعادة تسمية، أو أأتي من قائمة الفيو animation update scene أو حدثت المشهد. فإذا رجعت أنا لهذه الزاوية ضغطت على المشهد يرجعني ليش للتحديث الأخير. delete scene معروفة، إنك تحذف المشهد في اللحظة أنه اختفى من القائمة العلوية. بعدها معنا اللي هو إيش؟ previous scene و next scene. هذه ما تظهر معنا إلا إذا إيش؟ معنا أكثر من scene. في اللحظة إذا مثلا معي هذا scene with view add scene ورجعت غيرت الزاوية مثلا إلى هذا المكان، خذ view add scene ورجعت لهذه الزاوية وعملت view add scene. في اللحظة لدي ثلاثة سينات استطيع أن أتنقل فيها بكل بساطة بالنقر على السين أو على المشهد، أو أتي من هنا وأعمل animation previous scene أو animation next scene اللي هو من تحكم إيش بالصفحات، هي تتحكم كصفحات اللي هو next scene، بعدين تتحكم بها أنت إيش بالأزرار كذلك اللي page up page down. تأتي معنا بعدها ليش ليول play. play اللي هو تشغيل، تشغيل إنك السينات الآن اللي لما تعمل أنت الآن مثلاً ثلاث سينات اللي اللحظة هذه اللي موجودة معنا، شرحنا في الدرس الأول إنه معنا في قائمة التصدير حاجة اسمها animation اللي هو ليش ممكن نقول ليش اللي هو فيديو أو animation للمشروع. فنأتي من قائمة الفيو ونعمل animation play، تظهر لك إيش قائمة الانيميشن. فنلاحظ أنه الآن المشاهد الثلاثة اللي قمنا بعملها تتحرك مية بكأني إيش فيديو أو animation للثلاثة إيش المشاهد. ممكن نعملها stop. بعدها تأتي معنا قائمة ليش السيتينجز. قائمة السيتينجز هي بشكل عام قائمة إعدادات البرنامج بشكل عام، لكن إذا اخترناها ونحن في قائمة الفيو animation settings بيظهر لي هو محدد فوق ليش الخصائص اللي تبع الانيميشن نفسه. فنلاحظ أنه هنا معنا لي عدد الثواني اللي هي عدد ثواني المشهد نفسه. الآن لفت الكاميرا في المشهد نفسه مدتها ثانيتين، ومعانا لكن إذا معانا اللي هو scene delay اللي هو تأخير أو من بين مشهد إلى مشهد كم تتوقف الكاميرا في المشهد. فنلاحظ أنه إذا غيرنا هذه خليناها مثلا اثنين ثانيتين وهذه ثانيتين وقمنا بالخروج من القائمة ورجعنا إلى view animation play، فنلاحظ أن الشكل يتأخر قبل التحقق. بعد أنه يقف مدة ثانيتين ثم يتحقق، ولكن إذا رجعنا إلى قائمة الفيو animation settings وخلينا هذه هي السين ديلاي أو تأخير المشهد ثانية أو حتى صفر وقمنا بالخروج view animation play، فنلاحظ أنه لا يوجد أي توقف بين المشاهد ويقوم بعرض الثلاث المشاهد التي قمنا بإنشائها كمشهد واحد. طبعا إذا قمنا بالنقر على أي سين أو على أي مشهد، إذا قمنا بالنقر باليمين على أي مشهد قمنا بإنشائه ستظهر لنا قائمة، يا أما نحرك السين إلى اليسار أو إلى اليمين. إذا كنت مثلا أريد أن هذا المشهد يكون في النص مثلا مشيش أبدأ به ما يكونش السين 1، بضغط عليه بعمل move right بيحرك ليش لليمين، أرجع له أعمل له move left بيرجعه
الأول. القائمة الثانية اللي هو add، ممكن أنا أضيف الآن مشهد جديد، ممكن أرجع لهذه الزاوية وأضيف مشهد. طبعا إذا أضفت مشهد بيكون حيث ما أنت تضغط، مثلا إذا ضغطنا الآن وعملت add وأنا في سين واحد ضغطت باليمين وعملت add، أضيف لي المشهد الرابع بعد الثاني. ولكن إذا قمت بالضغط عليه في الثالث مثلا بيظهر لك السين الخامس بعد الثالث. فإذا أي قائمة أي مشهد ضغطت عليه باليمين وعملت add اللي هو إضافة، بيضيف لك على يمين المشهد. معنا اللي بعدين الأبديت اللي شرحناه من قبل اللي هو تحديث الزاوية أو تحديث المشهد، وهنا إعادة تسمية المشهد إذا كنت تريد أن تسمي المشاهد. وبعدها معنا اللي هو ديليت اللي هو الحذف، معنا اللي هو بلاي أنيميشن نفس اللي اخترناها في قائمة البيو نفسها، ومعنا السينز اللي بيظهرها لنا في قائمة التريل اللي سنشرحها فيما بعد. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس. أتمنى أن ينال إعجابكم. شاركوني آراءكم واستفساراتكم تحت في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.